والجهه جاهزه اخر الجهه. نعم حرير وانطلاقة موافقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم. 10 من الجهاد العربي الأصيل تشارك مسافة الآل في 400 متر من الجهة الداخلية. هناك جلمود ملك السيد علي بن حمد بن علي العطية، ومن وسط الجهاد هناك الجواد واتشي، وأيضا خط الصدارة من الجواد النخش ملك سيد حسن بن علي المطيخ الجيرالد أفرانش. خطوة بخطوة من الجهة الداخلية بن عامر حمد بن محمد بن عبد الله العطية والسنة البرتو، ومن الجهة الخارجية نوماس بن شافي وسيدريك سجون يخطف الصدارة من الجهة الخارجية وبوضع جميل والصدارة قوية اتجاها إلى المنعطف الأول. عم نوماس بصدارة جميلة وقوية، والوصفة للنخش حسن بن علي المطوي وجيرالد أفرانش. محاولة للحاق من باقي الجياد، ومحاولة أيضا من وسط الجياد. هناك تأخر بعض الشيء لبعض الجياد، والنخش الآن حسن بن علي المطوي من الجهة الداخلية، بن عامر في الوصافة، ونوماس من الجهة الخارجية، والمنعطف الأخير بالاتجاه إلى خط النهاية. النخش الآن حسن بن علي المطوي والموج الأزرق قادم. نعم حرير ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني وتي أوشي، والأمتار الأخيرة حرير وحران وعراب ونوماس، وتقدم لإي جي إس قاهر الآن، والموج الأزرق قادم ثلاثية، والجواد رقم 10 واتشي، ولكن من الجهة الداخلية كان الجواد عراب. التهاني والتبريكات.